السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. Hello everyone, welcome to a new video. أهلا بكم في هذا الفيديو. النهاردة إن شاء الله سوف نستكمل شرح بقية الدرس اللي بيتكلم عن الحرف U والنطق المختلف للحرف U. تكلمنا في فيديوهين سابقين عن نطق حرف اليو او الاي دبليو, وقلنا في بريتش وفي امريكان اللي هو في او وفي يو. وفي الفيديو الاول اتعرضنا على امتى ننطق يو بريتش وامتى ننطق او في زي في كلمه تيوزداي عشان يكون المثال واضح او الكلام واضح. وتكلمنا في الفيديو الثاني امتى نستخدم الصوت يو في جميع الكلمات بغض النظر عنها اذا كانت ايه نطق امريكان او بريتش, يعني هتنطق بريتش. ده كان في الفيديو الثاني. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الحاله الثالثه اللي هي امتى ينطق او. ينطق او يعني ينطق ايه امريكان يو وليس يو بريتش اللي هو حرف الايه اليو او الاي دبليو. زي ما احنا شايفين في الصوره اللي امامنا دي اللي احنا انتم شايفينها حضراتكم معانا, ده المجمل الكلام اللي اتكلمنا عنه في الاول. النهارده هنتكلم عن حاجه تانية اللي هي ايه ازاي نعمل كروس نصلب على الصوت يو, يعني ينطق الصوت او يعني نطق امريكان. يعني هنصلب على مين؟ على النطق البريتش في هذه الحلقة. طبعا في الحلقة السابقة تكلمنا او اللي قبلها كمان الاولى تكلمنا عن الحروف اللي تخلينا امتى ينطق يو او او. الفيديو الثاني تكلمنا امتى ينطق يو يعني بريتش ايه بريتش يعني النطق البريتش اللي هو البريطاني اللي هو بريتش انجليش. النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن العكس, ازاي ان احنا حرف اليو او الاي دبليو مع بعضهم ينطقوا ايه ينطقوا امريكان او زي ما احنا شايفين. هنصلب على مين؟ على البريتش. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل يا ترى. طب اكيد في حروف معينة هتخليني انطق الحرف اليو او الاي دبليو او يعني امريكان انجليش زي ما كانت في حروف هناك اللي اتكلمنا عنها في الفيديو السابق مع البريتش انجليش. يا ترى ايه هي الحروف؟ زي ما انتم شايفين حضراتكم الصورة اللي امامكم دي فيها بالتفصيل الاصوات. فيها ايه الاصوات؟ هم حروف ولكن احنا بنقول عليهم اصوات ادق في التعبير. يعني اذا سبق حرف اليو او الاي دبليو احد هذه الاصوات هننطقه زي ما احنا شايفين ايه او. ايه هم الاصوات دول؟ اول صوت اللي هو صوت مثلا ايه ج ج. هناخد امثله وكلمات عشان توضح لنا الايه المساله. يعني يبقى عندي الصوت ج وعندي الصوت ل ل اللي هو حرف ال يعني ل, وعندي ايضا الصوت ر ر اللي هو حرف الار, وعندي ايضا الصوت ايه ش ش ش, وعندي الصوت ايه ج تش تش, وعندي الصوت الاخير اللي هو الجاء. طبعا في حروف بتمثل هذه الرموز تمام. طبعا الدارسين للغه الانجليزيه خاصه اللي دارسين الفوناتكس والبرونانسيشن والسيمبلز والترانسكريبشن عارفين ايه معنى الاصوات دي, ولكن احنا من خلال الامثله اللي هنعرضها على حضراتكم هنجرب المسائل شويه. تعالوا نشوف ادي مثال اهو على الكلمات اللي فيها حروف بتخلينا ننطق الحرف اليو يو يعني امريكان انجلش وليس بريتش انجلش. اول حرف اللي هو حرف ال تمام, زي كلمه ايه بلو بلو. شايفين نطقته او حرف اليو نطقته او زي المكتوب باللون الاحمر اهو يو بلو. اذا لو سبق حرف اليو او الاي دبليو حرف ال او صوت ل ينطق بلو. انت سمعت حد قبل كده قال بليو بليو يعني يو؟ لا طبعا تنطق ايه بلو سواء امريكان او سواء ايه بريتش. تعال نشوف بعد كده الصوت الثاني اللي هو الر الر اللي هو حرف الار, زي كلمه اللي احنا شايفينها كلمه اورول اورول
رول ملهاش نطق تاني. أيضا الحرف الشا، شا زي كلمة إيه شور، شور ده النطق الأمريكان على فكرة، النطق البريتش بنقول إيه شور شور أو شور، يعني متأكد برضو نطقنا الصوت أو بسبب وجود الصوت شا. طبعا حرف الإس هنا تنطق إيه شا في هذه الكلمة. عندنا حرف الصوت تشا 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 اللي هو بيتمثل في الحرفين سي اتش زي الكلمة اللي احنا شايفينها حضراتكم تشو تشو. شايف هنا عندي حرفين اي دبليو اي دبليو نطقناهم او او تشو. بعد كده اخر حاجة اللي هي ج زي كلمة كاجوال 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 نطقنا حرف او كاجوال. يبقى ده ملخص بالنسبة لحرف اليو في الثلاث حلقات اللي احنا قدمناهم لحضراتكم، بيتكلموا عن حرف اليو والاي دبليو معاه. في اول حاجة ينطق يا اما تلخيص الكلام ده يا اما او او يو، وده تكلمنا عنه في الحلقة الاولى ممكن انتوا حضراتكم ايه تشوفوها. بعد كده اتكلمنا على امتى ينطق بريتش انجليش يعني ايه يو يو، وفي الحلقة دي اتكلمنا ازاي ننطقه ايه امريكان انجليش اللي هو او، وقيس على هذه. طبعا المعايير اللي تخليني انطق نطق معين هو وجود اصوات قبل الحرف يو او اي دبليو. ده طبعا هيسهل لنا عملية السبوكن انجليش والليسننج كمان، يعني لما نيجي نسمع الكلمة بنطق مختلف سمعناه غير كده يبقى احنا عارفين النطق الصحيح. يعني انا لما اشوف كلمة زي مثلا بلو وواحد يقول لي لا ده زي تيوزداي وتوزداي، لا اقول له لا، عندي حرف اليو مسبوق بالصوت لا يعني حرف ال، عشان كده انا غصب عني مضطر اني انطقه ايه امريكان انجلش يعني بلو زي توزداي. تمام ان شاء الله يكون الموضوع واضح كده، واحنا مش هنتكلم عن الموضوع ده تاني لان احنا غطيناه في الثلاث حلقات دولة. ان شاء الله يكون عجبكم وافادكم في سبوكن انجلش وفي طبعا الليسننج وفي عملية السبيلنج هيساعدنا اكتر ان شاء الله. شكرا لحضراتكم واتمنى لكم يوما سعيدا ان شاء الله. Have a nice day. Thank you so much for watching and goodbye.